سالو ما فامي، كي درتو لاباس عليكم؟ كنتمنى هاد لا فيديو يلقاكم في احسن الاحوال ديالكم ان شاء الله وتكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت ندير معكم واحد الجوله في واحد البلاصه سميتها ويمبلي بارك. خرجت مع العائله وبغيت ندير لكم واحد الجوله حيت هنايا كاين بزاف ديال لي ماك. هانتوما بحال اللي كتشوفوا كاين ليفيس، كاين اتش ان ام، كاين بزاف ديال المحلات هنايا. انا حاولت ندي لكم مقتطفات من كل محل دخلت له، كنوريكم لي سولد اللي فيه حيتاش الدنيا عامره. واخا كتشوفوا هنا ولكن المحلات راه عامرين. كندخل المحل وكنحاول نشوف الحاجه اللي هي باينه وعاطيه العين وزوينه وفيها السولد مزيان، كنحاول نصورها لكم. المهم انتم خليكم مع الجوله ديالي وكنتمنى ان شاء الله تبقوا معايا حتى لافان ديال الفيديو. بالنسبه لسميه ديال المحل سميتو بروكوك. المهم هو هذا راه كاين في ويمبلي بارك. البنات هنا لقيت لكم هاد الطحان، هاد سميتو هادي، هاد الاله هادي كدير ب 25، وها هي هادي ديال داك الكاطو ديال المشطة كدير ب 22. صراحه ما كانش كيسحبت لي غنلقاهم هنايا. هما هاد المدالك كيديروا بستة. المهم هاد المحل راه دايرين فيها التخفيضات هادو. اللي كيعجبو بحال هاد الكيسان هادو القطاعات، كاينه هاد الصغيره كاينه هاد الكبيره كاينه هاد الشكل عاوتاني. كاين هاد اللاطات ديال الفران، هانتوما بحال هادي كدير بتسعود ها لي سنتيمتر ديالها. كاين الصغار، كاين متوسطين، كاين الكبار، نتوما كل واحد وشنو. هادي بستة، اللي كبر منها بسبعة، واللي بحال الاولى غير هي غرقة كدير بتسعود، هادي غرقة. المهم راه كاينين هنايا الشكالات ها هما. كاينين بحال هادو ديال الكيك، هادي بتسعود، هاد الصغيورين بستة، كاينين هادو. كاين بحال هادو اللي كيستعملو بحال الكسكاس، كاينة الصغيرة بخمسة واللي كبر منها بتسعود بستة. كاينين هادو ديال الكيك. أنا لقيت هادو هكا، المهم كاين في لي سايز كيديرو بربعة
بحال هكا راه فيهم خمسة ديال الحبات. كاين بحال هادو كدير فوسط منهم سكر كلاصي دقيق كاكاو كيديروا بخمسة. كاين هادو زليفات صغورين هاهما كاين الصغارين كاع كيديروا بخمسين خمسة وسبعين. هادو باوند هادو تو باوند وهاد الكبيرة بتري. بالنسبة للنيكست هنا غادي ندخلو صراحة هو دايرين فيه دي سولد زوينين هانتوما 75%. بالنسبة لهاد المونطو ها هو كان كيدير 38 ولا كيدير 19. هادو زوينين صراحة كيجيو طوالين كيتلبسو فوق بودي كتلبسيه تحت منو كتلبسيه هو توب غزال كدير 20. حتى في هاد اللون هذا كاين حتى في هاد اللون هذا كاين بحال هاد البودي هذا واللي حداه هذا كيدير ب 18 واللي حداه كيدير ب 14. بحال هاد البوديات ديال الصوف كيديروا ب 22. بحال هاد البودي فيه هاد الديكور من التحت كيدير 19. كاين بحال هاد الكسيوات طوالين كيديروا ب 19. المهم هاد البوتيك راه حتى هو داير لي سولد 60%. هاد المحل ديال المعن حتى هو داير تخفيض في 60%. بالنسبه لهاد البراد صراحه غزال انا باغا نشريه ان شاء الله. المهم ها الثمن ديالو هذا باش زوين انك ديري لتحت الا بغيتي طيبيه فوق هادي كديري داك المهم داك البرودوي اللي كيتحط هنايا وكطيبيه. بل هادو كانوا كيديروا ب 36.90 ولاو ب 12. المهم شفتوا حليل وين هاد الطباسل دايرين ليهم 75%. بحال مثلا هاد الصغير هذا كان كيدير ب 10 ولا ب 3 وهذا الكبير كان كيدير ب 26 ولا ب 10.76. المعلقه واعرين هذا هو السميه ديال المحل 60%. هاد الحوايج هنايا دايرين ليهم 50% 50%. المهم هادو كاملين راهم ليهم ما نقدرش نجبد حاجه بحاجه باش نوريها لكم حيتاش كاين الزحام ولكن المهم هانتوما راه باين كلشي. حتى هادو اللي هنا دايرين ليهم 50%. كاين هنايا هاد المونطويات هادو تا هما دايرين ليهم صد ولكن راه ديجا غالي شويه. المهم مثلا بحال دابا هذا ام حتى هما قالك دايرين السولد على هذا المونطو هذا كان كيدير المهم ناقصين فيه 50%. المهم راه دايرين السولد حيتاش دابا كاين الزحام بزاف ما عنديش كي ندير نصور كل حاجه بحاجه. المهم انا كنوريكم غير لي سولد اللي حاطين هنايا هانتوما راه 3 باوند 15 باوند 5 باوند على حسب. بحال هاد البودي مخلينو ب 5 باوند وهاد المونطو هذا مخلينو ب 25. بحال هذا دايرين له ب 17. بحال هذا ديال النمر دايرين له ب 25. دي صراحه واعره واخا راه التصويره صراحه ما عطيهاش الحق ديالها ولكن الثوب غزال بزاف. المهم الشكل ديالها كانت كدير ب 40 ولا ب 20. المنطور المهم هاللوان ديالهم هادو كاملين اللي هنايا دايرين ب 20 مرخصينهم دايرين ليهم صوت ب 20 باوند. المهم لهي هادوك البوديات كاملين دايرين ليهم ب 15. بالنسبه لهادو دايرين ليهم ب 9 صراحه زوينين. انا كنت خديت هاد البودي هذا بحق ما كانوش دايرين فيه السولد هذا صراحه الثوب ديالو رطيب زوين بزاف هذا. المهم صراحه انا كنت خديته ب 24 بالثمن ديالو
27 نشوف لا 24 كنت ديت دابا ديري اللو 17 ميم هادي كتجي كسيوه مع كولون ولا مع سروال الكحل ديري ليها ب 20 بحال هادي حتى هي ديري ليها ب 14 هاد لي مونطو هنايا كاملين ديري ليهم ب 12 المهم راه عندهم القب ديالهم ودابا غادي ندخل الكاب هادو هنايا دايرين عليهم 30 اوف وبالنسبه لهاد البوديات هادو كاينين هاد اللوان هادو دايرين ليهم ب 9.93 ليفيس هنايا داير 50% المحل ديال لابوتي المهم بيوتي اوتليت غندخل نضرب فيه واحد الدويره خفيفه كاتبين دايرين فيه سولد ولكن ما عرفتش شنو لي سولد اللي دايرين انا ندخل وخليكم معايا المهم كما كتلاحظوا كاين عندهم هاد الميك اب هذا صراحه اثمنه زوينه بزاف هانتوما المهم بالنسبه لي روج على بالنسبه لاثمنه هانتوما كاين 199 299 هانتوما هادو كاين اللوان هادو كاملين كاين هادو المهم راه اثمنه جد جد مناسبه يعني ماكسيموم تلقاي واحد داير ب 4 باوند ها نتوما شفتو صراحه زوينين بزاف عندهم لي برودوي هنايا بلاص لي فيرني نتوما لي فيرني داير هنايا تو ب 10 باوند داكشي صراحه غزال عندهم عندهم كذلك الماسكارا من بعد ان شاء الله نوريكم الميك اب اللي انا كنستعمل ديك الساعه نشاركو معكم كاين هادو صراحه الاسمنه ديالهم والله الا لا زوينه بعد زعما لي برودوي ما كتلقاهمش كاملين حتى 20 درهم مغربيه نات بالنسبه لهاد لونتي سيرن هذا صراحه زوين بزاف انا كنستعملو المهم هنايا راه داير ب 6 باوند عاده كنلقاه هنا ب 899 انا غادي ناخذ واحد دابا المهم هادي البرودوي اللي عندهم المهم ها لي مارك اللي عندهم هما هادو كاملين هاد المحل صراحه دايرين فيه تخفيضات زوين على حساب لي ساك بحال هاد الساك داير ب 29 ساك صراحة زوين داير ب 25 وساكاتو ديالو حتى هو داير ب 25 هانتوما كاين لونسومبل كاملة تقريبا كل واحد داير ب 25 كاين هذا كيجي عبارة عن ساكادو ديال الظهر كاين في هاد اللون وكاين في هذاك اللون كيدير ب 35 هذا اللي كبير بشوية راه كبير داير ب 62 هادو هاد الساك هذا تيدير ب 30 وهذاك اللي حدا تيدير ب 38 الساك كيدير ب 38 هذا الستيل اللي كيجي مهزوز غير في اليد في الكتف زعما كيدير ب 27 كاين في هذاك اللون وفي الابيض كاين عاوتاني هاد الشكل تيديرو ب 22 25 كاين هادوك لي ساك هادو صراحة راه كبيرين كيديرو هادوك الفاقة ب 30 وهاد التحت التحتة كيديرو ب 22 وكاين هاد لو ساك حتى هو كبير كيدير ب 19 وكاينين عاوتاني بحال هادوك راه هما وكاين هاد الساكن عاوتاني حتى هو حليلوين كاين اللي داير ب 35 هذاك اللي في الجنب وهذا اللي هنا داير ب 29 وهذا داير ب 25
كانوا بستين ولا بواحد وأربعين، قول 42. كاين بحال هادي حتى هي دايره 51 في 93. كاين بحال هادو طوط هما كيديروا ب 44 في 93. كاين بحال هادو هادي زوينة، كانت بخمسة وستين ولات بربعة وعشرين فاصلة تسعة وتسعين. المهم في هاد الشوب هدا البنات. انا ساليت، راني وريتكم بزاف ديال لي مارك هنايا اللي دايرين السولد. انا غنوريكم دابا غير ام ان اس، ها هو غادي نصورو لكم دابا وغادي نمشي. المهم حتى هما راه دايرين 50% اوف. انا ساليت دابا وكان حاولت انني نصور لكم كاع هذوك الحوايج اللي شت دايرين فيهم السولد. كنتمنى ان شاء الله يكونوا عجبوكم ونكون بينت لكم الاثمنه مزيان وتكونوا دوزتوا معايا وقت زوين. انا كنعاود نفكركم ما تنساونيش بسبسكرايب، تشاركوا في القناه ديالي وديروا ليا لايك وتفعلوا الجرس باش اي جديد ان شاء الله يوصلكم. ونبقى ندير لكم فيديوهات ان شاء الله جديدين وشي حاجه لينا هي غادي تستافدوا منها بزاف من ناحيه ديال الصحه. المهم دابا غادي نمشيو ناخذ شي كافي مع لا فامي وديك الساعه من بعد غادي نمشي نرجع للدار ان شاء الله. باقي فيديوهات جايين مفيدين بزاف بالنسبه للشعر بالنسبه للصحه. عن قريب ان شاء الله غادي نوجد لكم واحد الفيديو كيتعلق بواحد الوصفه زوينه بزاف، كنتمنى ان شاء الله تعجبكم. البنات بغيت نشارك معكم واحد ليبستيك، واحد الجلوز المرطب ديال الشفاه، صراحه زوين بزاف. انا من نهار اللي جيت هنايا وانا كنجربو ودابا يلاه الصديقه ديالنا معانا وقالت لي الشفاه ديالها كيضروها بزاف وما خلات جربات فازلين، ما خلات جربات اي نوع ديال مرطب الشفاه وما ما كتحس باقي بالالم في الشفاه ديالها. وانا وريتو ليها وجرباتو وصراحه يعني عطى المفعول ديالو في خمس دقائق، حست انه ترطب الشفاه. بحكي بحكي ترطب الشفاه لان سوريه كان هي حست بانه الشفايف ديالها ترطبوا وقالت لي زوين، يعني المفعول ديالو زوين، حسيت بالشفايف ديالي ما كيضرونيش، ما بقاوش كيضروني. دونك انا غادي نوريكم هذاك المرطب الشفاه، صراحه اللي كتسكن هنايا زوين شريوه، وحتى اللي كتسكن في اوروبا راه في بريمارك راه كيتباع. المهم هو هذا سميتو هذا كارميكس، ها هو باش نوريه لكم، راه باين مزيان صراحه زوين بزاف. هو منين كتحطيه في الشفايف ديالك كتحسي بحال فليو، بحال كيبقى يحرقك شويه، ولكن هذاك هو منين كيعطي المفعول ديالو. دونك المهم انا كنصحكم بهذا، راه زوين بزاف حتى تمشيو تشريوه، كيجي بحال هكا والريحه ديالو غير فليو.
المهم بنات بالنسبه لهذا اكيد راه ما متوفرش في المغرب، ولكن اللي عنده العائلات ديالو هنا ساكنين في اوروبا في برا في اي بلاصه حداهم بريمارك يوصيهم على هذا يكونوا قرابين يهبطوا ويهبطوه ليكم، صراحه زوين والثمن ديالو رخيص ما غاليش، كنظن الثمن ديالو 20 درهم مغربيه، المهم ديك 2 باوند بحال هكاك. البنات غادي نسالي لا فيديو هنايا، يلا كيسنا شربنا قهوه وغادي نمشيو دابا نشدو الطريق باش نرجعو للدار. خليت لكم الراحه ان شاء الله نتلاقاو في جديد عام قريب، خليت لكم الراحه وتهلاو في راسكم. ودرنا واحد الاكله صراحه زوينه كتجي، المهم هذه انا خديتها لكم في الفوتو حتى ان شاء الله الا بغيتوني نجربها معكم خديوها ليا في لي كومونتير وان شاء الله نجرب معكم الوصفه ونتمنى تعجبكم. يلا تهلاو في راسكم، خليت لكم الراحه، مع السلامه.